السلام عليكم. لن تصدق ما حدث لثلاث تلميذات في ولاية موسوغانم ونداهم وعجل لأولياء تلاميذ من أجل تكثيف الرقابة على أبنائهم وبناتهم. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عرفت بلدية عين تدلس والتابعة إقليميا لولاية موسوغانم في الساعة الأخيرة اختفاء غامض لفتاة متمدرسة برفقة زميلتين لها بنفس عمرها تقريبا، ما جعل ناشطين على الفيسبوك يطلقون حملة واسعة من أجل البحث عنهم. والحمد لله تم العثور عليهم في صحة وعافية، ودعا ناشطون أولياء التلاميذ إلى ضرورة تكثيف الرقابة على أبنائهم وبناتهم وخاصة فئة المراهقين منهم.